هل سمعكم؟ سمعكم؟ ربما دابا الآن مزيان؟ شكرا. واخا واخا شكرا الأخت وأعتذر على هذا التأخير. سأقدم مناقشتي حول التحليل الهيدرومناخي للأحواض النهرية، الاستجابة الهيدرولوجية ونشأة الانتطاحات وطرق تصنيفها. كملاحظة، إذا كان الصوت لم يصل جيدا أو أن الصورة غير واضحة، المرجو منك أن تنبهني كل مرة. إذا محاور المداخلة، سنحاول أن نتطرق إلى العوامل المتدخلة في الاستجابة الهيدرولوجية للأحواض النهرية، منها الخصائص المورفومترية، ثم الخصائص التضاريسية للحوض، ثم كذلك خصائص الشبكة المائية، وسنعرج كذلك على الانتطاحات الفيضية، نشأتها وطرق تصنيفها، وذلك من خلال التطرق إلى تعريف الانتطاحات، منهجية دراسة الانتطاحات، ثم كذلك دور القيم القصوى المطرية والهيدرولوجية في نشأة الانتطاحات بالأحواض النهرية. كما سنتطرق كذلك إلى الأمطار اليومية القصوى، منها كذلك الصبيب اللحظي السنوي الأعلى وتردداته، ترددات الصبيب اللحظي الأعلى، طرق تصنيف الانتطاحات، وسننهي مداخلتي بالحالات الجوية المطرية المسؤولة عن نشأة الانتطاحات بالأحواض النهرية. إذا كتقديم، تتجلى الدراسة الهيدرومناخية للأحواض النهرية في إبراز أهمية التساقطات المطرية ومدى انعكاسها على الصبيب الأودية داخل الأحواض، وذلك من خلال تحديد الخصائص المورفومترية والهيدروغرافية التي تعد أحد التخصصات الحديثة لدراسة هذه الأحواض، ومن بين العناصر الأساسية التي تساعد من جهة على فهم آليات نشأة الانتطاحات، ومن جهة أخرى معرفة مدى تطور المورفولوجي للأحواض. من الدراسات الرائدة في هذا المجال هناك دراسات أورتون، ثم كذلك باحثين آخرون مثل ماكسويل وشومان وسترالر وأبراهام. كما يمكن فهم السلوك الهيدرومناخي للأحواض النهرية من خلال العوامل البشرية والطبيعية الأخرى المتمثلة في الخصائص التكوينات الجيولوجية ونوعية المناخ السائد وطبيعة الغطاء النباتي ونفادية التربة وتأثير الإنسان، بالإضافة إلى الوقوف على أصل الحالات الجوية الممطرة. كل هذه العوامل تساعد على فهم ميكانيزمات الاستجابة الهيدرولوجية للأحواض النهرية التي يحتمل أن تكون وراء ظهور مجموعة من الانتطاحات التي تختلف في نظامها وحجمها ومدتها وتأثيرها من حوض إلى آخر. إذن فما هي العوامل المتدخلة في الاستجابة الهيدرولوجية للأحواض النهرية؟ هنالك الخصائص المورفومترية للحوض، مما يعني أن لكل حوض خصائصه التي تميزه عن الأحواض الأخرى، منها على سبيل المثال شكل الحوض، المساحة والشبكة المائية والصخارة والانحدارات والغطاء النباتي ونوعية المناخ، ومنها ما هو مرتبط بدرجة تدخل الإنسان في المجال. إذن يتدخل العامل الطبوغرافي بشكل كبير في الاستجابة الهيدرولوجية للأحواض النهرية، وذلك من خلال عدة خصائص مرتبطة بالحوض، منها ما يرتبط بصلة الجريان والتساقطات المطرية والحرارة. الصورة، هناك مشكل في العرض، الصورة لا تتحرك. الصورة لا تظهر. لا، الصورة تظهر ولكن العرض لا يتحرك. دابا الآن؟ واضح.
الآن أستاذ؟ إذن سنتطرق إلى المعطى الأول، هو مساحة الحوض، إذ أن دراسة الخصائص المساحية لها أهمية جيومورفولوجية وهيدرولوجية، وذلك من خلال علاقتها بتطور أعداد وأطوال الشبكة النهرية وتأثيرها على حجم التصريف المائي. توجد علاقة طردية بين المساحة والحوض الصرف. إن المساحة مساحة الحوض أهمية كبيرة لأنها تؤثر بشكل مباشر في حجم الجريان المائي، ومن الطبيعي أن تتباين الأحواض المائية في مساحتها، كما أن الأحواض المائية تميل إلى الزيادة في مساحتها بزيادة نشاط التعرية المائية في ظل الأحوال المناخية الرطبة، لا سيما إذا كانت الصخور هشة يسهل تعريتها. إذن تعتبر مساحة الحوض من أهم الخصائص المورفومترية المستخدمة كثيرا في النماذج الهيدرولوجية، وتستخدم في حساب الكثير من المقاييس المهمة مثل كثافة التصريف، وهي كامل المساحة التي يحدها خط تقسيم المياه، وتقاس بعدة طرق، منها استخدام جهاز البلانيميتر الذي يمكن استخدامه على مستوى الخارطة الطبوغرافية مثلا، عن طريق الصور الجوية أو المرئيات الفضائية، أو بطريقة المربعات أو أي أجهزة مساحية. ونحن غالبا ما يمكن استخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS في حساب، يعطينا هذا الجهاز إمكانية حساب المساحة، ويعبر عن هذه المساحة بالكيلومتر المربع. ثم ننتقل إلى المعطى الثاني، وهو محيط الحوض، الذي يمثل طول محيط الحوض، هو طول حدود الحوض المائي الذي تفصله عن الأحواض المائية المجاورة، وبتحديد محيط الحوض بتحديد شكله ومساحته، إضافة إلى أن محيط الحوض هو متغير مستقل وأساسي في استخلاص كثير من الخصائص المورفومترية، وهو كذلك يمكن حسابه بالكيلومتر. المعطى الثالث هو خصائص الشكل، من عناصر خصائص الشكل يمكن التطرق إلى مؤشر التراس Indice de Compacity. هذا المؤشر الهندسي للأحواض بشكل مباشر يشكل تأثير مباشر على السلوك الهيدرولوجي، حيث كلما اقترب معدل الحوض من واحد كلما كان سرعة الجريان مهمة، والعكس صحيح، أي عندما يكون معدل أكبر من واحد. وتشير هذه النسبة إلى معرفة شكل الحوض، ارتفاع القيام باتجاه الواحد يعني أن شكل الحوض كما يبين الشكل كذلك، ارتفاع القيام في اتجاه واحد يقترب من شكل دائرة. إذن كلما اقتربنا من واحد كلما كان يعني مؤشر التراس أو شكل الحوض دائري، وكلما ابتعدنا عن واحد فأكثر كلما أصبح شكل الحوض طولي. يمكن حساب مؤشر التراس عن طريق تطبيق هذه المعادلة التالية: انديس دو كومباكسيتي ايغال بي سور 2 فوا 5 كاري دو بي فوا ا، أو 0.28 مضروبة في بي يعني المحيط على لوغاسين كاري دو ا ديال المساحة. ثم المعطى الرابع هو مستطيل معادل. بعد حساب المساحة والمحيط لابد أيضا من حساب طول وعرض الحوض. فطول الحوض يقصد به طول مسافة الخط المستقيم الذي يرسم بين أعلى نقطة ضمن منطقة تقسيم المياه بأعلى الحوض والنقطة المصب النهري، والعرض هو معدل طول الخط المتعامد على خط المستقيم الذي يمثل طول الحوض. فالمعادلة التالية هي تبرز لنا حساب كل من طول الحوض وكذلك عرض الحوض عن طريق إدخال مجموعة من المؤشرات، منها المحيط ثم المساحة لحساب كذلك، ثم انديس دو كومباكسيتي كذلك لحساب كل من طول وعرض الحوض. وهذه العناصر لها دور كبير ذلك في الدراسة الهيدرولوجية للحوض. بعد ذلك، بعد دراستنا للخصائص المورفومترية، سنتطرق إلى الخصائص التضاريسية للحوض، والتي لها دور كبير جدا في تزايد أو تناقص الموارد المائية. فالانحدارات القوية تساهم في تسريع الجريان، إذن كلما كانت هناك انحدارات قوية كلما كانت هناك سرعة الجريان، ومن ثم قوة هذا سرعة الجريان،
وزيادة في صبيب المياه قد تنتج عنها استجابة هيدرولوجية للحوض نتيجة تزايد تساقطات المطرية الغزيرة والمركزة. إذن أهمية كبيرة دراسة الخصائص التضاريسية لها أهمية كبيرة، لأن من خلالها نحصل على نتائج وفهم معرفة الطبوغرافيا للمنطقة وطبيعة الأشكال المرتبطة بها، وذلك من خلال العناصر التالية. أولا سنحاول أن نتطرق إلى توزيع الارتفاعات داخل الحوض. هذه المرحلة نقوم بفيها ارتفاعات من أجل تحديد توزيع هذه الفئات وبالتالي استخلاص فئات الارتفاعات المهمين داخل المجال الدراسة، والتي ستكون مسؤولة أولا عن الموارد المائية وثانيا عن جريان في علاقته بالانحدارات. لقد تم الحصول على هذه الفئات الارتفاعات عن طريق تقسيم الحوض المائي إلى عدة فئات بفعل تباعد كبير بين الارتفاعات العليا والدنيا داخل الحوض، ليكون التوزيع متكافئ بحيث يشمل كل مستويات الارتفاعية، ويمكن اعتماد في ذلك في هذه الارتفاعات عن طريق استخدام برنامج النظم المعلومات الجغرافية أركجيس لتحديد هذه الارتفاعات. وهنا مثلا خريطة حوض تابو تبرز لنا مجموعة من الفئات الارتفاعية التي قمنا بتحديدها انطلاقا من استخدام برنامج أركجيس. إذن بعد ذلك نقوم بتحديد مجموعة من الخصائص الارتفاعية، أو أولها ارتفاعات القصوى لزالتيتيد إكستريم، وهي تمثل أعلى ارتفاع وأقل ارتفاع داخل الحوض، بحيث يمكن تحديده مثلا إذا أخذنا نموذج حوض صابو، فأعلى ارتفاع حوض صابو الذي يمثل عاليته يصل إلى 2794 متر، بينما أخفض نقطة تصل إلى صفر عند مستوى سطح البحر بالغرب. ثم نقوم بحساب ارتفاع المتوسط لاتيتيد مويان، وذلك من خلال حساب لاتيتيد مويان لا سوندو اي فوا اش اي سور ا لا سيرفاس، وذلك بادخال مجموعه من المؤشرات اي تمثل لاتيتيد مويان انتر دو كوت دو نيفو، ا سي لا سيرفاس توتال دو باسان فيرسو، اي اي سي ار كومبريز انتر دو كورب دو نيفو. وبالتالي حساب مجموعة هذه الارتفاعات نقوم بقسمتها على المساحة لتعطينا ارتفاع المتوسط. ثم نتطرق كذلك إلى الارتفاع الوسيط لاتيتيد ميديان الذي يتوافق مع الارتفاع الذي تتم قراءته عند نقطة التي تمثل نسبة 50% على المنحنى الهيبسومتري من إجمالي مساحة الحوض. يقترب ارتفاع الوسيط بين من متوسط الارتفاع في الحالة التي تكون فيها انحدارات الحوض أكثر انتظاماً. إذن هذا يمكن استخلاصه من المنحنى، وذلك من خلال 50% من المساحة الحوض والتي تعادل لاتيتيد ميان، وهي تعادل مستوى ارتفاع 500 متر بالنسبة لحوض صابو كنموذج. ثم كذلك هناك ارتفاعات الأكثر تكراراً لزالتيتيد البلي فيغيكونت، كذلك يمكن استخلاصها كذلك من المنحنى الهيبسومتري، والتي توافق الارتفاعات الأكثر تردداً، ومن خلال هذا المنحنى فهي تظهر لنا أن 50% من المنحنيات تمثل 49.5% من يعني الارتفاعات الأكثر ترددا داخل الحوض. ثم هذا المنحنى الهيبسومتري فهو يمكننا كذلك من مقارنة بين الأحواض المختلفة، وكذلك من مقارنة الارتفاعات والمساحات في الارتفاع، ونقوم يلعب هذا المنحنى دورا مهما في تحديد كمية تساقطات المطرية داخل الحوض النهري، كما يحدد تفاعله مع آليات أخرى كتوجيه السلوك الهيدرولوجي وتحديد نظام التصريف للحوض. كذلك هناك عامل آخر يتدخل في الاستجابة الهيدرولوجية للأحواض النهرية، ونقصد بها الانحدارات بدورها
تلعب دورا مهما نظرا لأهميتها الكبيرة في دراسة الجغرافيا بصفة عامة والهيدرومناخية بصفة خاصة، كما تعتبر إحدى أهم مظاهر السطح التي يسد تحليلها باستخدام أساليب قياسية وتحليلية، لأنها ذات علاقة وطيدة باستجابة الهيدرولوجية لكل حوض. وقد صنف يونغ سنة 1972 حدارات إلى 7 فئات كما هي موضحة ذلك في الجدول التالي، حيث مثلا إذا أخذنا على مستوى خريطة حوض على مستوى حوض سابو أن هناك مجموعة من الارتفاعات منها ارتفاعات التي تتراوح ما بين 0.5% وهي إذا هي ارتفاعات انحدارات خفيفة إلى خفيفة جدا، وهنا على مستوى حوض على مستوى سهل الغرب وكذلك على مستوى السهل السايس. ثم كلما توجهنا نحو العالية الحوض بجبال الريف وكذلك جبال الأطلس فنلاحظ أن ارتفاعات تتجاوز 35%، وبالتالي هي انحدارات كبيرة شديدة الانحدار وكبيرة جدا. إذن فالانحدار له دور مهم في تسريع وتيرة الجريان، فكلما كان هذا الأخير قويا كلما كانت استجابة الجريان للتساقطات مهمة وسريعة، والعكس إذا كان الانحدار ضعيفا. ولفهم دور الانحدار في تفعيل جريان سطحي سنعمل على دراسة بعض المؤشرات هذا الحوض. إذن متوسط الانحدار هو مؤشر لفهم خاصية كل حوض مائي على حدة، وبالاعتماد على هذا العامل يمكننا من تكوين فكرة حول طبوغرافية الحوض الهيدرولوجي. للحصول على هذا المؤشر يجب أولا تحديد معاملة التضاريس ارتفاع الأقصى وكذلك الارتفاع الأدنى للحوض، وذلك بعد تحديد منحنى الفئات الارتفاعية. وللحصول على هذه النتيجة المتوقعة يجب تطبيق الصيغة التالية البونت موين إيغال دينيبلي تيوريك سيغ لا لونغور و لالتيتود ماكس موان لالتيتود مين سيغ لا لونغور. إذا نطبق هذه الصيغة للحصول على متوسط الانحدار. إذا كمثال على ذلك يصل متوسط الانحدار بحوض سابو 6.28 متر في الكيلومتر في الكيلومتر، وهو مؤشر يوضح قوة الانحدار بالمجال حوض سابو، مما يبرز أنه رغم الشكل الطولي للحوض إلا أن الحدارات القوية بالمنطقة تساهم بشكل كبير في سرعة جريان المياه السطحية التي تعمل على تغذية المجرى الرئيسي اللي هو واد سابو وروافده، مما يساهم في الغالب في تسريع الاستجابة الهيدرولوجية للحوض. هناك كذلك معطى آخر وهو معامل الانحدار العام. يتم الحصول على هذا المعامل من خلال منحنى توزيع الارتفاعات، وذلك بعد استخراج الارتفاع الذي يساوي 5% من المساحة والارتفاع الذي يوافق أو يتعدى 95% من المساحة الكلية للحوض الهيدرولوجي. هذا المعامل يعطينا نظرة شاملة عن الانحدار العام للحوض، وبالتالي معرفة الانحدار الذي يسلكه كل مجرى مائي من المنبع إلى المصب. هناك تصنيف للتضاريس حسب مؤشر الانحدار من خلال الأورستون، وهذه الانحدارات هي تصل إلى 0.02 متر في الكيلومتر، هي انحدارات جد ضعيفة، إلى أن نصل إلى أكثر من 0.1 متر في الكيلومتر، وهي تضاريس قوية جدا، باعتبار أن معامل الانحدار بحوض سابو يقارب 4.27 متر في الكيلومتر، بمعنى أن معظم تضاريس حوض سابو هي تضاريس قوية جدا، خصوصا عندما نتحدث عن عالية حوض سابو ولها تأثير كبير على الاستجابة الهيدرولوجية للحوض. هناك المعطى الثالث وهو الإشراف النوعي دينيبلي سبيسيفيك. نستطيع من خلال دراسة هذا المعطى أن نقارن بين الحواض النهرية، ويحدد من خلال المعادلة الثانية دينيبلي سبيسيفيك إيغال لانديس جلوبال فوا لوغاسين كاريدو أ غاسين كاريدو سيرفاس. إذن هناك كذلك تصنيف لهذه التضاريس حسب الإشراف النوعي من خلال الروستون، كذلك يمكن تحديد من خلاله التضاريس من تضاريس ضعيفة جدا إلى تضاريس قوية جدا بالمتر، ويصل إشراف النوعي لحوض سابو إلى 859.33 متر، وبالتالي فهو يعكس وجود تضاريس قوية جدا، وهذا كله قلنا
يؤثر بشكل كبير جدا في الاستجابة الهيدرولوجية للحوض. المرة الثالث أو العامل الثالث هو الخصائص الشبكة المائية. تعتبر دراسة الشبكة المائية من الخطوات الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في كل الدراسات الهيدرومناخية، بحيث تشكل المحور الرئيسي في هذه الدراسة. ويرجع اختلاف الشبكة الهيدروغرافية للحوض النهري إلى أربعة عوامل رئيسية. أولا، هناك تدخل البنية الجيولوجية السائدة في الحوض. ثانيا، هناك نوعية المناخ بالمنطقة. ثالثا، طبيعة الانحدار. ورابعا، تأثير العامل البشري على المسار الشبكة الهيدروغرافية من خلال وضع مجموعة من المنشآت على ضفاف الأودية. أولا، توزيع المجاري المائية داخل الحوض. يختلف توزيع الشبكة المائية من منطقة إلى أخرى، بل وفي بعض الأحيان داخل نفس المجال، حيث مثلا إذا أخذنا الشبكة المائية بحوض تابو، فالشبكة المائية داخل بحوض ورغة تختلف بشكل كبير جدا عن الشبكة المائية بالأطلس المتوسط نظرا لطبيعة التكوينات الجيولوجية. إذن ربما يمكن أرجع ذلك كما قلنا إلى عامل المناخ والانحدار وطبيعة الجيولوجيا. لكل حوض نهري شبكة من الروافد والمسيلات المائية، وكل شبكة تنتظم على شكل معين منها، أشكال شجرية أو متوازية أو إشعاعية أو متشابكة، مما يعني أن لكل مجرى من مجاري المائية شبكة خاصة تميز عن مجاري المائية، أو لكل حوض شبكة مائية تميز عن حوض آخر ولو داخل حوض كبير، مثلا داخل حوض تابو الشبكة المائية بحوض ورغة ليست هي الشبكة المائية بالأطلس المتوسط. إذن نقوم باستخراج الرطب المائية المجاري المائية انطلاقا من خريطة الشبكة المائية التي يتم استخراجها من خريطة الموديل نيميريك دو تيغان عن طريق استخدام برنامج أركجيس. هذه الشبكة المائية هي التي حصلنا عليها في الخريطة التالية، تظهر لنا تراتبية النهرية بحوض سابو من العالية التي تمثل المسيلات الأقل الصغيرة الأحادية إلى المسيلات الثنائية ثم الثلاثية وهكذا. إذن هناك اعتماد مجموعة من الطرق التي من خلالها نقوم بترتيب المجاري المائية، من أهمها طريقة أورتون ثم سترالر وطريقة شريب. ويعتبر هذا الترتيب هرمي الشبكة المائية علامة على مرحلة التعرية التي وصل إليها الحوض المائي، وغالبا ما يتم اعتماد في الدراسة على الطريقة سترالر التي تساعد على استخلاص نتائج كمية تساعد على المقارنة بين الحواض المجاورة أو غيرها. إذن الشبكة المائية التي استخدمها سترالر ثم الشبكة المائية لشريب. نحن اعتمدنا في ترتيب أو تصنيف الشبكة المائية على طريقة سترالر أكثر الطرق المورفومترية استعمالا نظرا لبساطة تطبيقها وسهولة إجراء مقارنة بواسطة الأحواض النهرية. وترتكز هذه الطريقة على ثلاث قواعد أساسية. أولا، قاعدة الأولى، أي رافد لا يتوفر على رافد نهري آخر يعتبر من الدرجة الأولى. ثم القاعدة الثانية، التقاء رافدي من نفس الرتبة NA يعطينا رتبة الثانية N2 يعني الرافد الثاني. القاعدة الثالثة، التقاء رافدين من رتبتين مختلفتين، الرافد الموالي أخذ الرتبة الرافد والرتبة الأعلى. إذن N2 N3. إن التعرف على الرتب المجاري المائية تفيد في عملية دراسة كمية التصريف المائي الخاصة بالحوض، حيث أن أعلى الرطب غالبا ما تدل على أنها تسير في المناطق ضعيفة الانحدار، ذلك أن الجريان بها يتم بشكل بطيء مقارنة مع الرطب الأقل منها والتي تدل على أن الانحدار مهم لأنها تسير بسرعة في هذه المجاري. ثم المعطى الثاني، خصائص الصريف لدونسيتي دو غيناج، يقصد بكثافة الصريف حسب لابوردي مجموع أطوال المجاري المائية المتفرعة والمنتشرة ضمن مساحة الحوض النهري معين، وتقاس انطلاقا من قسمة حاصل مجموع أطوال المجاري لصندو غونغو على المساحة الكلية للحوض النهري
الفاس، حيث أن الكثافة الشبكة المائية في أحواض في الحوض تتأثر بعدة عوامل أهمها كما سبقت الإشارة الغطاء النباتي، تكوينات جيولوجية، الانحدار، طبيعة المناخ السائد. فمثلا فالمنطقة التي تعرف تدهور الغطاء النباتي وضعف في النفادية بالإضافة إلى شدة الانحدار غالبا ما تكون ذات كثافة عالية. وبتطبيق الصيغة السابقة التي ترد في جميع المراجع الهيدروجية مبسطة على الشكل التالي، إذا لا دونسيتي دو دغيناج إيغال لا سوم دو لونغور إي سيغ لا سيغفاس أ. ثم المعطى الثالث هو التكرار النهري فريكونس دو شونال، يعني يعبرها التكرار النهري عن العلاقة النسبية بين عدد المجاري المائية ومساحة الحوض، ونحصل على هذه الأخيرة بقسمة عدد إجمالي للمجاري المائية على مساحة الحوض، وذلك طبقا للصيغة التالية. إذن فريكونس دو دريناج إيغال لا سوم دو نومبر دو إي، يعني عدد المجاري المائية على المساحة. إذن وكلما كانت عدد المجاري المائية كبيرة كلما كانت هناك نشاط نهري، يكون كنشاط للتعرية، وكذلك هناك استجابة هيدرولوجية للحوض. عموما فمعرفة الكثافة التصريف وتكرار المجاري المائية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لكل حوض نهري كيفما كان نوعه، كما أنها تساهم في معرفة السلوك الهيدرولوجي السائد في المنطقة، وبالتالي تعطينا فكرة عن طبيعة وقوة الجريان وعن تأثيرها على الظواهر الهيدرولوجية القصوى منها الفيضانات كمثال أو الامتطاحات التي نتطرق إليها، التي يمكن أن تهدد المنطقة بتضافرها مع عوامل أخرى بشرية تساهم بدورها في تسريع هذه الظواهر وتفاقمها. إذن من خلال دراسة الخصائص المورفومترية والهيدروغرافية المميزة للحوض النهري يمكن اعتبارها محدد كبير في دراسة الاستجابة الهيدرولوجية للحوض، وبالتالي تعتبر المسؤول الرئيسي على تسريع مختلف الظواهر الهيدرومناخية القصوى التي تعرفها الحوض، وعلى رأسها ظاهرة الامتطاحات الفيضية القصوى. هذا ما سنعمل على تفسيره من خلال الدراسة الدقيقة لحالات الامتطاحات الفيضية الناتجة عن استجابة الهيدروجية للأحواض النهرية. إذا المحور الثاني الامتطاحات الفيضية نشأتها وطرق تصنيفها. سنقوم في البداية بتعريف الامتطاح. إذا هناك تضارب مجموعة من آراء مجموعة من المتخصصين في الهيدرولوجيا حول تعريف ظاهرة الامتطاح. إلى هناك من يعرفها بتدفق المياه بشكل يتجاوز الصبيب العادي لمجرى معين نتيجة هطول الأمطار أو ذوبان ثلوج، في الوقت الذي ذهب فيه الآخرون إلى القول بأنها مرحلة هيدرولوجية ما بين الصبيب العادي والفيضان، بينما آخرون يقولوا على أنه فقط ارتفاع في منسوب المياه داخل مجرى مائي معين. إذن la définition en français c'est la somme de différentes définitions de la crue. La crue est destinée à un phénomène exceptionnel caractérisé par une remontée brutale de débit suivie d'une décroissance plus ou moins rapide. Mais toute remontée de niveau d'eau, c'est rapide, soit elle ne peut être qualifiée de crue, car celle-ci est définie également par son débit. Cela mène à exposer quelques critères en prenant compte pour qualifier ce phénomène. Une crue représente une quantité d'eau extraordinaire au sens étymologique du terme, qui est transporté avec son débordement par un système hydraulique tel que les lacs et les cordons. إذن هناك محاولة لجمع هذا التعريف للامتطاح. من خلال غامينيغا الامتطاح يمكن تمثيله في البيان التالي، حيث أنه عند يكون هناك لو ديبي نورمال يعني الصبيب العادي، لكن بعد التساقطات المطرية تكون هناك استجابة هيدرولوجية للأودية مما يؤدي إلى ارتفاع في منسوب الماء إلى مستوى لو بيك دو كرو إلى مستوى عالي جدا، حيث يكون هناك لو ديبي ماكسيمال. بعد ذلك هناك لو ديكري يعني نزول الامتطاح الى مستويات الكوتاريزمو الى مستويات يعني الشح او لو ديبي نورمال يعني الصبيب العادي للواد.
عموما نخلص إلى أن الانتطاحات هي ارتفاع في منسوب المياه ليتجاوز صبيبه العادي كما سنرى بعد قليل. إذن منهجية دراسة الانتطاحات، هناك العديد من يعني من الطرق لمعالجة ظاهرة الانتطاحات بالأحواض النهرية، وذلك من خلال مجموعة من الطرق لمتخصصين في علم الهيدرولوجيا. مثلا هناك لابوردي حدد قيمة الانتطاح صبيب التي تساوي مرتين إلى 3 مرات صبيب العام، الموديل أنويل. كذلك غامينيغا حدد قيمة الانتطاح في صبيب الذي يساوي 3 إلى 5 مرات صبيب العام. وكذلك آخر في فغيكو حدد قيمة صبيب الانتطاح باعتماد على ترددات الفغيكونز دو دي بي على صبيب سنوي أو شهري أو يومي أو لحظي. إذا من خلال السلسلة الإحصائية الهيدرولوجية والمطرية بحوض صابو، سنحاول هنا أن نعطي بعض الأمثلة من خلال دراستنا لحوض صابو. قمنا بأخذ بعين الاعتبار عتبة الامتطاح الأكثر ملائمة مع هيدرولوجية الحوض، والتي تتمثل في 3 إلى 5 مرات أضعاف صبيب العام السنوي، بمعنى أخذنا طريقة غامينيغا. وبحكم أن وتابو وروافد يتميزان بتذبذب في الصبيب ويتواجدان بمناخ شبه جاف، اعتمدنا عتبة 5 أضعاف صبيب العام من أجل استخراج فترات الامتطاح. بفضل هذا تمكننا من دراسة معدل تكرار الامتطاح على المستوى السنوي والفصلي واليومي، وكذلك التأكيد على مكانة الامتطاحات الفيضية داخل السنة الهيدرولوجية من خلال دراسة آلياتها ونظامها ونوعية حالات الجوية المسؤولة عنها. إذن بأخذنا لطريقتين، طريقة غامينيغا وطريقة فيكوي باحتساب الترددات، عملنا على تحديد هذه القيم القصوى. إذن لتحديد هذه القيم القصوى بخصوص الترددات القصوى المتعلقة بالسلسلة الإحصائية للتساقطات المطرية اليومية والصبيب اليومي الأعلى، هناك العديد من القوانين الإحصائية التي يتم من خلالها اعتماد عليها في تحديد هذه القيم. هناك لونغ نورمال، نورمال غاسين، نورمال فريشي، كذلك غاسين غومبال اي غومبال. ثم تسمح دراسة ترددات الطبيب الأعلى لاستخراج قيم قصوى، والقيم القصوى التي تتردد في فترات مختلفة منها سنتين مثلا، 3 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة. وفي هذه الدراسة استعملنا قانون الواد دو غومبال الذي يتناسب كثيرا مع الدوائر الهيدرومناخية الاستثنائية، خصوصا بالمناطق الجافة وشبه الجافة. من خلال ذلك تم استعمال برنامج الإحصائي إفران هيدرولوجي فريكونسي أناليزيس المتخصص في تحليل الإحصائي للقيم القصوى للأمطار والصبيب. كيف ذلك؟ سنقوم ب يعني أخذ التساقطات المطرية القصوى بالمحطة حسب السلسلة الإحصائية. مثلا إذا أردنا أن نقوم بمعرفة الترددات الأمطار القصوى، هل يظهر لكم الملف إكسل؟ السلام عليكم. لا يظهر أستاذ، لا يظهر. اسمعوا لي. سأحاول أن أظهر دابا الآن. حاليا واضح. نقوم مثلا محطات باب وندر بحوض ورغة، هناك التساقطات اليومية البيروي جورنالي ماكسيمال مونسييل، نقوم باستخلاص القيم القصوى اليومية، ثم
نقوم بترتيبها هذه القيم من الأصغر إلى الأكبر. هذه القيم نقوم بترتيبها من الأصغر إلى الأكبر، ثم نأخذها إلى البرنامج إفران. أظن أنه لا يظهر لكم. إذا البرنامج إفران يظهر لكم. نعم أستاذ يظهر. إذا نقوم بترتيبها، نقوم بوضع بإلصاقها كوبي كولينا في هذه الخانة هذه، ثم نأتي إلى هذا أجستومو ونقوم باختيار كل هذه القوانين الإحصائية المتعلقة بحساب ترددات القصوى. إذن قلت القانون الذي تم اختياره هو قانون غومبل، لرواد غومبل. إذن نقوم باختيار لرواد غومبل، ثم كذلك نذهب إلى جرافيك. إذا نلاحظ أن يعطيني يعني الشكل البياني لهذه القيم، ثم كذلك يعطيني ترددات الفريكونس حسب كل مدة، سنتين، ثلاث سنوات، خمس سنوات، عشر سنوات، إلى 10,000 سنة، ولكن نحن نقف فقط في 100 سنة لتحديد هذه القيم التي تظهر أمامنا. مثلاً إذا نحدد مثلاً تردد قيمة التساقطات القصوى بمحطة بابوندر في كل سنتين، هناك 63.6 ملم. مثلاً على مستوى تردداتها في كل خمس أعلى قيمة سجلت في المحطة في مدة خمس سنوات، هناك 86.1 ملم. مثلاً أعلى قيمة سجلت في 10 سنوات هي 101، وهكذا. إذن ونحدد هذه القيم التي توصلنا إليها من خلال دراسة التساقطات المطرية القصوى، وبتوظيف هذه بتوظيف يعني الشكل البياني التالي هو الذي يعطينا هذه الترددات من خلال قراءتها، إما عن طريق يعني الجدول أو عن طريق قراءتها عن طريق يعني الشكل البياني. إذن رجعوا إلى إذن هذه الطريقة الأولى التي نستخدمها، ثم من خلالها نحصل على النتائج التالية، يعني ترددات الأمطار اليومية القصوى. ومن خلال كقلت كنموذج من دراستنا التي قمنا بها بحوض سابو، هناك اسمحوا لي حاليا. هل يظهر العرض حاليا؟ نعم. قلت إذا قلت أن الأمطار اليومية القصوى التي حصلنا عليها من خلال تطبيق القوانين الإحصائية، خصوصا قانون لالوادو غومبل،
من خلال دراستنا للسلسلة الإحصائية من سنة 1972 إلى حدود 2014-2015، نلاحظ أن حوض سابو على مستوى كل محطة معينة، مثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار محطة عزبة بالأطلس المتوسط، هناك قيم مطرية مهمة جدا تتردد على هذه المنطقة، فمثلا في كل سنتين تقارب 29.4 أكثر من 29.4 مليمتر، ثم على مستوى 5 سنوات 41.2 مليمتر، ثم مثلا على مستوى 10 سنوات 48.9، بمعنى أن هناك تردد لقيم مطرية مهمة جدا على مستوى عالية حوض سابو بالأطلس المتوسط، وهذه القيم هي يعني تساهم بشكل كبير جدا في حدوث يعني الامتطاحات بامتطاحات بالأطلس المتوسط. نفس الشيء إذا أخذنا ورغة مثلا على مستوى جبل ودكا، وهذه المحطة هي تعتبر من المحطات التي تستقبل كميات مطرية مهمة جدا، حيث نلاحظ أن على مستوى تردد أعلى قيمة في فترة التي تتراوح في ممتدة على سنتين هناك 114 مليمتر، على مستوى 5 سنوات 152 مليمتر، وعلى مستوى 10 سنوات 177 مليمتر. إذن هناك كذلك أن حوض ورغة يتلقى تساقطات مطرية مهمة جدا التي لها كذلك دور كبير جدا في الاستجابة الهيدرولوجية وكذلك في ظهور حالات من الامتطاحات الفيضية بالحوض. كذلك إذا التمثيل البياني لهذه الترددات، كذلك أن هذه التساقطات المطرية القصوى التي يعرفها حوض سابو في فترات زمنية مختلفة تكون لها انعكاسات كبيرة على مستوى الاستجابة الهيدرولوجية، وهذا ما يظهر لنا كذلك المبيان الثاني، حيث نلاحظ من خلال هذا المبيان أن يعني أن التساقطات أن الصبيب اللحظي، نلاحظ مثلا يعني يوم 13 فبراير 1976 أن الصبيب المطلق قد وصل إلى 1250 متر مكعب في الثانية، إذا وهذا يعتبر يعني ظاهرة استثنائية بوادي إناون على مستوى حوض إناون. كذلك إذا أخذنا نموذج آخر للاستجابة الهيدرولوجية والتي من خلالها وصل صبيب وادي إناون إلى مستويات عليا له، مثلا هنا وصل إلى 1820 متر كوب بار سكوند 10 في 10 مارس 2010، وهذا هذه القيمة. أستاذ العرض لا يظهر، لازلنا في الجدول. ربما مكيد نعم جيد دابا الان نعم جيد ربما ملي كندير بلان اكرون كيوقف داكشي علاش نعم حسنا حاليا استاذه نعم جيد اذا قلت نلاحظ ان القيمه القصوى العاليه جدا هذه القيمة في قلت شهر مارس 10 مارس 2010 تجاوزت 4 مرات يعني لو دي بي مويان لحوض إناون، وبالتالي كانت يعني حدث استثنائي عرفه حوض إناون ووادي إناون بالأخص، وكانت له يعني نتائج كارثية على مستوى المنطقة من خلال على مستوى منطقة ودملين منطقة مرزوقة، حيث تم يعني لو ديبوردون دو كوردون اي انفايي توت لي ليزون انفيرون. ثم كذلك هناك ترددات لحساب هذه الترددات انطلاقا من لا لوا دو بومبال، حيث نلاحظ كذلك ان حوض سابو من خلال دراستنا للصبيب اللحظي لو دي بي انستونتاني، نلاحظ أن هذه الأودية واتسابو وروافده يعرفان تردد حمولات مائية كبيرة جدا واستثنائية في فترات مختلفة. إذا أخذنا مثلا محطة المجعرة على مستوى ود ورغا، هذه المحطة
سجلت 1500 متر كيوب بار سكوند في سنتين، 2840 متر كيوب بار سكوند في 5 سنوات، ثم 3740 على مستوى 10 سنوات. نفس الشيء إذا أخذنا كذلك مثلا على مستوى مشروع بالقصيري، على مستوى واتساب بمشروع بالقصيري، هناك كذلك حمولة مائية تتردد على سافلة حوض تابو تتمثل في قيم عالية جدا، والتي يمكن التي لها يعني تتسبب في حدوث فيضانات، ويتعكس كذلك الاستجابة الهيدرولوجية لحوض تابو نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي يعرفها في عاليته. الخطوة الرابعة سنحاول أن نتطرق إلى التصنيفات. إذن هناك تصنيف الامتطاحات على مستوى حسب العدد لو نومبر دو كري، وإذن سواء على مستوى الشهري أو الفصلي أو السنوي. إذن تمكننا هذه الدراسة من معرفة التوزيع الشهري لعدد الامتطاحات بالحوض، وذلك من خلال القيام بتعداد حجم الصبيب الذي يتعدى 5 مرات الصبيب العام السنوي داخل فترة زمنية مدروسة. إذن الصبيب يعني المدة كل لو ديبي لو موديل انيول يعني ديال كل محطة معينة نقوم ب يعني بضربه في 5 مرات للحصول على صبيب الامتطاح. إذن هذه الدراسة مكنتنا مثلا هنا أنا أعطي فقط بعض الأمثلة لأن هناك حوض تابو في العديد من المحطات، وبالتالي لا يمكن ذكر جميع المحطات. مثلا هنا مقارنة بين محطة عزابة في الأطلس المتوسط عالية حوض تابو ومحطة مرزوقة على مستوى حوض إيناول، هناك اختلاف في عدد الامتطاحات أو نظام الامتطاحات بين هاتين المحطتين، ثم هناك اختلاف على المستوى الشهري بين المحطتين. الصورة لا تتحرك، لازلنا في المبيان الثاني، الصبيب نعم دابا جيد. نعم دابا جيد. إذا قلت هناك مقارنة بين هذه المحطات على مستوى عدد الامتطاحات سواء على مستوى الشهري أو على مستوى الفصلي، كذلك يمكن استخلاص عدد الامتطاحات على مستوى الفصلي وكذلك على مستوى السنوي. إذن عموما نلاحظ أن الشهور الباردة شهر دجنبير ويناير وفبراير ومارس وأبريل هي من الشهور التي تعرف أكبر عدد من الامتطاحات. مثلا على مستوى محطات مرزوقة نلاحظ أن مثلا شهر مارس سجل أكبر عدد من الامتطاحات نظرا للزخات المطرية التي تعرفها عالية حوض إيناون على مستوى الأطلس المتوسط أو على مستوى يعني البريريف مقدمة الريف، ثم كذلك في شهر فبراير، ثم كذلك شهر يناير. إذن هناك ارتفاع في عدد الامتطاحات، بينما تقل هذه الامتطاحات كلما توجهنا نحو الفصل الدافئ. مثلا نلاحظ في شهر يونيو هناك انخفاض في عدد الامتطاحات، الا انها تنعدم في شهر يوليوز وغشت. نفس الشيء بالنسبه لعزبه، نلاحظ كذلك نظام عدد الامتطاحات، هناك ارتفاع في الامتطاحات في كل من شهر مارس وابريل نظرا العواصف الرعدية التي تعرفها جبال الأطلس، ثم أنها تقل هذه عدد الامتطاحات خصوصا في كلما توجهنا نحو الشهر الدافئ في يونيو ويوليو، ولكن تبقى هناك عدد قليل جدا في الأطلس المتوسط، عدد قليل جدا من الامتطاحات تصل إلى امتطاحين إلى 3 امتطاحات نظرا يعني التساقطات المطرية الرعدية التي تعرفها عالية حوض تابو بالأطلس المتوسط. إذن من هنا يتبين لنا أن فصل الشتاء من الفصول التي غالبا ما تستقبل كميات مطرية مهمة مركزة في الزمن والمكان، الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع في منسوب المياه الأودية خلال فترة من السنة. ثم نقوم بتصنيف الامتطاحات حسب المدة. إذن هنا كما تلاحظون
نقوم بتنمو انتطاحات حسب المدة من يوم انتطاح يوم إلى يومين، انتطاح 3 أيام إلى 4 أيام، 5 أيام إلى 6 أيام، 7 أيام إلى 8 أيام، ثم انتطاحات التي تتجاوز 9 أيام. إذن هناك كذلك مقارنة بين محطة عزابة ومحطة باب مرزوقة من حيث مدة الانتطاح، وهذا هذه المدة هي تعزى كذلك إلى اختلاف مدة انتطاح من أطول إلى أقصر حسب الحالات الجوية المطرية التي تعرفها المنطقة. ففي المدة الانتطاح القصيرة التي تتراوح ما بين يوم إلى 4 أيام، من يوم إلى 4 أيام هي التي تظهر لنا بهذه بالأسود ثم هذا الرمادي، هي ترجع إلى تردد الطقوس الجوية الممطرة المركزة في الفترة كالأمطار الرعدية البلوي أو غاجوز بالأطلس المتوسط والأمطار التي تحدث بالأطلس المتوسط، وكذلك بعالية الغاب في جبل ودكا والأمطار الدينامية الحرارية البلوي ترموديناميك. أما انتطاح ذو الفترات الزمنية الطويلة التي تتعدى 4 أيام وقد تصل إلى 9 أيام فأكثر، فهي ترجع كذلك إلى تردد الطقوس الجوية الممطرة التي لها صلة بالمنخفضات الجوية القطبية للبلوي فرونتال، وهي عبارة عن تساقطات شمالية أو شمالية غربية. إذن التساقطات التي يعني الانتطاحات التي تكون في فترة جريانها لمدة طويلة، فهي غالبا تكون نتيجة مجموعة من المنخفضات التي يعرفها المغرب والتي تكون متتالية وتساهم في زيادة عدد في زيادة صبيب الأودية مما يطيل في مدتها إلى مدة أطول. إذن ثم المعيار الثالث في تصنيف الانتطاحات، هناك أشكال انتطاح لفورم دو كري. إذن يمكن تصنيف الانتطاحات إلى انتطاح بسيط وآخر مركب حسب شدة التساقطات المطرية ومدتها، وكذلك حسب التكوينات الصخرية بالحوض. هناك الانتطاح البسيط لكوي سامبل، الانتطاح البسيط له علاقة بالظروف الجوية الممطرة التي ترتبط بشكل كبير بمرور لحالة الطقس المضطربة المركزة في الزمن والمكان، تساهم في حدوث جريان ينجم عن ارتفاع في منسوب الصبيب الوادي يعني الاستجابة الهيدرولوجية للواد بشكل فجائي في ظرف زمني وجيز، ثم يليه تراجع سريع في مستوى الصبيب. مثلا إذا أخذنا نموذج الانتطاح بسيط بعالية حوض سابو بالأطلس المتوسط على مستوى محطة عزابة، نلاحظ هذا الانتطاح أن مستوى صبيب واتسابو بعالية واتسابو كان صبيب ضعيف جدا كما تلاحظون، ولكن يعني بعد مرور زخة مطرية قوية جدا يعني مركزة أدت إلى ارتفاع فجائي في صبيب واد سابو حيث وصل إلى 269 متر مكعب في الثانية كصبيب أقصى، ثم مباشرة بعد ذلك هناك لو ديكري يعني نزول الانتطاح إلى مستواه العادي، وهذا ما يعكس يعني ترددات أو تردد الأمطار يعني هنا هذه حالة ديال التساقطات المطرية الرعدية التي تكون في مدة قصيرة، وهناك كذلك تكون استجابة هيدرولوجية كذلك في مدة يعني ارتفاع مدة ارتفاع الصبيب ونزوله تكون في مدة قصيرة كذلك. بصفة هنا كمثال يعني دراسة الانتطاحات، حوالي أن 80% من الانتطاحات هي مهيمنة بحوض سابو من خلال الدراسة التي قمنا بها كما تلاحظون من خلال هذا الجدول. قمنا بدراسة الانتطاحات على مستوى عالية سابو، على مستوى حوض ناون، مستوى حوض البن، مستوى حوض ورغة أولاي، كذلك محطة أولاي أنزاز حوض بات وكذلك الغرب. إذن هناك نلاحظ من خلال مقارنة بين انتطاحات بسيطة وانتطاحات المركبة، نلاحظ أن هيمنة الانتطاحات البسيطة بحوض تابو مقارنة مع حوض
مع مقارنة مع امتطاحات المركبة بالحوض. إذن امتطاح المركب، امتطاح المركب له علاقة بمرور مجموعة من الطقوس الجوية، يعني وعكس الامتطاح البسيط مضطربة في مدة زمنية معينة لها ارتباط بالمنخفضات الجوية المتتالية. عندما تتعرض منطقة الدراسة إلى منخفض جوي كبير يؤدي هذا إلى ارتفاع منسوب الوادي خلال فترات متباينة ومتقطعة تبعا لتردد الحالات الجوية الممطرة. مثلا نفس الشيء هنا بمحطة عزابة، هناك امتطاح مركب كما تلاحظون، هناك امتطاح الأول ثم أوسيلياسيون دي دي بي نزول يعني تدبدب في الصابير، ثم يليه امتطاح ثاني. إذن الامتطاح الأول هو جاء نتيجة مرور تساقطات مطرية، التساقطات المطرية أدت إلى ارتفاع منسوب الواد وتبو إلى 324 متر في باسوغون كأعلى قيمة. مباشرة هناك انخفاض في صبيب يعني الواد، ولكن هناك توالي في المنخفضات الجوية التي أدت إلى ارتفاع، ثم مباشرة هناك ارتفاع، إعادة الارتفاع في المنسوب الصبيب الواد إلى 282 متر كوب بار سوغون. إذن وبالتالي هنا تردد يعني الحالات الجوية الممطرة ساهم في إعطاء تردد كذلك الامتطاحات بعالية حوض سابو، وهذا إحدى النماذج التي تطرقنا إليها. إذن هذه امتطاحات المركبة هي تشكل كذلك حوالي 20% من حوض سابو. إذن من الناحية الجوية سنحاول أن نفسر يعني نشأة هذه الامتطاحات من الناحية يعني لا جونيز ميتيورولوجي دي كوغين دولو بسان. هناك مجموعة من الباحثين الذين عملوا على محاولة إعطاء تفسيرات جوية أو طقسية لمجموعة من الامتطاحات، منهم موغيس باردي ثم كذلك داشاغي. إذن هناك أربعة أنواع من التي المسؤولة عن نشأة الامتطاحات الفيضية. هناك الامتطاح لكوي دوريجين أوسيانيك، امتطاحات ذات نشأة محيطية، لكوي دوريجين ميديتراني، امتطاحات التي لها نشأة يعني متوسطية، ثم لكوي سودي سيكلوجونيز لوكال، ثم لكوي دوريجين أوراجوز. إذن سأحاول أن نعطي نموذج فقط وهو لكوي دوريجين أوسيانيك. إذن امتطاحات ذات الأصل المحيطي هذا كان نموذج فقط. من أجل دراسة الامتطاحات التي لها ارتباط بالحالات الجوية الممطرة ذات الأصل المحيطي بالحوض سابو، فقد أخذنا بعين الاعتبار امتطاح الأكثر تدميرا في تاريخ المنطقة، ويتعلق الأمر بامتطاح يناير 1970. إذن امتطاح يناير 1970، إذن قمنا بوضع مبيان يمثل لنا العلاقة ما بين التساقطات المطرية التي هي في الأعلى في علاقتها بالصبيب بين مجموعة من المحطات. هناك محطة دي بي مزعرة ثم عزيب السلطان، ثم كذلك تساقطات محطة غبساي، ثم تساقطات محطة إفران. إذن هذا الامتطاح امتطاح 1970 هو أحد امتطاحات حوض سابو التي ما زالت مسجلة بذاكرة بعض الساكنات الحوض، نظرا لحجم الصبيب المائي بوتابو وروافده الذي أدى إلى فيضانات كارثية بسهل الغرب. ومن خلال تحليلنا لشكل البياني لكمية الأمطار اليومية وحجم الصبيب اللحظي لهذه الحالة الهيدرولوجية الاستثنائية، نلاحظ وفقا لبيانات القياس لكمية الأمطار بمحطة المناخية لغفساي وإفران أن سهط الأمطار بدأ من 25 دجنبر 1969 إلى حدود 15 يناير 1970. اتوالت التساقطات المطرية على شكل زخات قوية عبر ثلاث متواليات لهطول الأمطار، مما أدى إلى حدود امتطاح فيضي. بلغت كمية التساقطات المطرية المسجلة خلال هذه الفترة
إلى 657.4 ملم بمحطة إفران و 742.7 ملم بمحطة غفصي خلال هذه المدة تقريبا ل 15 يوما. كما ارتفع صبيب واد ورغة على مستوى محطة المجعرة شيئا فشيئا بعد هذه التساقطات المطرية كما يبين لنا الشكل التالي. ارتفاع في الصبيب المجعرة ثم عزيب السلطان. إذا حيث وصل حجم صبيب سفينة واد ورغة إلى 2920 متر مكعب في يوم 31 نوفمبر 1969، لكن هذا الصبيب وصل ارتفاعه بعد تولي التساقطات المطرية مؤديا إلى نشوء انتطاح ثاني في ليلة فاتح يناير 1970 الذي نهز حجمه 330 متر مكعب على الساعة الواحدة صباحا. عرف صبيب واد سابو على مستوى سفينة الحوض في محطة عزيب السلطان التي تتحكم في الأحواض الفرعية ثلاثة إناون عالية سابو ومركز ارتفاعا إلى 1070 متر مكعب في الثانية في فاتح يناير 1970. كذلك عرف واد سابو خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الموجة الثانية من امتطاح بعد استمرار في توالي التساقطات المطرية التي سجلت في يوم الثاني 60.4 ملم بمحطة غفصي 51.6 ملم بمحطة إفران مما سرع في استجابة الهيدرولوجية لواد سابو من خلال زيادة في منسوب حمولته المائية التي قاربت 5090 متر مكعب في الثانية في اليوم الثالث من شهر يناير 1970 على الساعة السادسة مساء. عرف واد ورغة الموجة الثالثة من الانتطاح خلال المرحلة الثالثة من التساقطات المطرية ما بين 7 و 15 يناير 1970. هذه الزخات المطرية رفعت من منسوب مياه إلى 5390 متر مكعب في الثانية كأعلى صبيب يومي و 6530 متر مكعب في الثانية كأعلى صبيب لحظي على الساعة السادسة مساء من يوم 12 يناير 1970. كما سجلت محطة عزيب السلطان على مستوى سفينة واد سابو صبي يومي المسافر وصل إلى 1990 متر مكعب في الثانية في 13 يناير. يعد هذا الانتطاح انتطاحا مركبا دام مدة طويلة كما تلاحظون هنا. هناك صبيب لحظي الانتطاح، هناك انتطاح مركب. إذا في كل يعني وصول أمطار غزيرة هناك ارتفاع لواد ورغة هذا على مستوى محطة المجعرة، ثم كذلك تأتي التساقطات المطرية الثانية، تأتي الانتطاح الثاني ثم الانتطاح الثالث الذي كان قياسيا حيث نهز 6530 متر مكعب في الثانية سنة في 12 يناير 1979. إذن يعد هذا الانتطاح انتطاحا مركبا دام مدة طويلة تميز بصعود جد مدة صعود جد طويلة تجاوز 96 ساعة يعني في مدة هذا الانتطاح، كما أن مدة النزول قاربت 240 ساعة نظرا لغنى كل من حوض سابو وورغة بالموارد المائية. إذن هناك يعني كثرة التساقطات أدت إلى استجابة هيدرولوجية للحوض، وبالتالي بحكم خاصية الحوض ورغة أنه يتكون من تكوينات جيولوجية غير نافذة من الصلصال سمح يعني سرعة الجريان وسرعة يعني الاستجابة الهيدرولوجية. وعموما شكل هذا الانتطاح خطرا كبيرا على سفينة حوض سابو مما أدى إلى خسائر كبيرة، وهناك مجموعة من يعني خسائر كبيرة جدا عرفها حوض سابو سهل الغرب سنة 1970، ومن الأسباب التي أدت إلى تعجيل بإقامة سد الوحدة للحد من المخاطر الفيضانات في سهل الغرب. إذن هذا قلت شكل يبين لنا الصبيب اللحظي لانتطاح يناير 1970 والذي يظهر حجم الحمولة المائية الكبرى التي غمرت سهل الغرب التي تجاوزت 6530 متر مكعب في الثانية. يمكن تفسير الحالة الجوية المسؤولة عن نشأة هذا الانتطاح الفيضي اعتبارا من ظهر يوم 29 نوفمبر 1969 باستياد الحالة الجوية المضطربة الممطرة ناتجة عن تقدم كمل الكتل الهوائية الباردة على شكل وادي جوي فالي فغواد
عبر المحيط الأطلنطي باتجاه شمال غرب إفريقيا فتح المجال لحركة الطيران بشكل استوائي لكونجي سيبتروبيكال 652 ديكامتر لاندفاع نحو الجنوب عبر خلق مجموعة من التموجات مرفوقة بهواء بارد قطبي مدعما مناطق الضغط المنخفض القريبة على مستوى المحيط الأطلنطي والتي تسمح بانزلاق الهواء البارد والرطب نحو شمال المغرب. إذن الوضعية الجوية لحالة الامتطاح يناير 1970 التي دامت من 22 دجنبر 1969 إلى حدود 12 يناير 1970. وهذه الحالات الجوية سواء على مستوى الالتيتود العلوي أو على مستوى السول أو سيرفاس نلاحظ كما تلاحظون هنا هناك يعني توالي المنخفضات الجوية القطبية التي عرفها المغرب في هذه الفترة والتي كانت لها كميات كبيرة من التساقطات المطرية انعكست بشكل كبير جدا على الاستجابة الهيدرولوجية لحوض ورغة. إذن هذه الوضعية الجوية المسؤولة عن امتطاح يناير 1990 باستمرار توالي ثلاث مراكز ضغط منخفض تبعا فوق الغرب. فالأول كان متمركزا في خليج غاسكون قبالة الساحل الفرنسي مشكلا مصدرا لتدفق اضطرابات الجوية الرطبة ذات اتجاه شمالي غربي نورويست، بينما المنخفض الثاني كان متمركزا على المحيط الأطلسي قبالة الساحل المغربي أدى إلى تشكل كتل هوائية مطيرة ذات توجه غربي جنوبي غربي ويست سود ويست. أما المنخفض الثالث فقد تمركز على مستوى جزر إسلندية مشكلا كتل هوائية رطبة قادمة على طول مسار الشمالي شمالي غربي نورد نورد ويست. ساهمت هذا النوع من الطقوس المنخفضة المصحوبة بأمطار غزيرة مع وجود درجة حرارة معتدلة جدا تراوحت ما بين 5 إلى 10 درجة سلسيوس درجة كحد أدنى وما بين 15 و 20 درجة سلسيوس كحد أقصى خصوصا بجبال الريف والأطلس المتوسط. في حدود امتطاحات فيضية كانت لها خسائر كبيرة على مستوى المناطق السهلية وخاصة منها سهل الغرب. إذن كما سبق الذكر الحالة الجوية للتساقطات المطرية المسببة لامتطاح 1970 والإشارة فهذه هذه الصور الطقسية هي مأخوذة من يعني من يعني من النموذج الألماني واتر 3.3 منها هذا له يعني هناك أرشيف من الصور ترجع إلى سنوات قبل السبعينيات إلى حدود الآن وهو يعطينا وضعية يعني الحالات الجوية سواء على مستوى الأجواء العليا أو على مستوى الأجواء السفلى مما يسمح لنا بتفسير مجموعة من بتفسير يعني من الجانب الطقسي مجموعة من يعني الأصول أو نشأة الامتطاحات سواء كانت ذات اتجاه محيطي كما هو درسنا أو على مستوى اتجاه عبر البحر الأبيض المتوسط أو عبر شرق البحر الأبيض المتوسط أو جنوبية غربية يعني مدارية وهذا يسمح لنا بتفسير هذه الظواهر الهيدرومناخية القصوى. وأشكركم على حسن المتابعة.
السلام عليكم أستاذ. أستاذ شكرا على هذه المحاضرة القيمة. لدي فقط طلب بسيط، إذا هل ممكن الحصول على نسخة من هذا العرض؟ مرحبا أستاذ، سأقوم بإرساله إلى أستاذ موسى، وبالتالي بإمكاني أن يعني أعمل على يعني مقاسمته مع باقي الأصدقاء الدكاترة والطلبة. شكرا أستاذ، هل بالإمكان أيضا الحصول على بريدك الإلكتروني؟ مرحبا. إذا سأكتب لك البريد الإلكتروني، إذا كان هناك من تساؤل أو من توضيحات مرحبا ومناقشة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت بسمع أستاذ. هذا أقول قبل كل شيء أنا أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الكريم سي خالد الشخامي على هذه المداخلة القيمة الرائعة التي كانت غنية بمجموعة من المعطيات المتعلقة بتحليل البرمجة الإلكترونية. لك جزيل الشكر أستاذي الكريم، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل الزملاء والطلاب الباحثين الحاضرين في هذه الورشة التكوينية الغنية، وأيضا الشكر الموصول لكل أساتذة الساهرين على تنظيم هذا الملتقى العربي الأول حول جغرافية المناخ، وعلى رأسهم الأستاذ الجليل السي موسى المهدي حفظه الله. بالنسبة لسؤالي أستاذي الكريم حول ظاهرة الانتقاحات، بكل صراحة أول مرة أسمع بهذا المصطلح انتفاخات، يعني نعرف بأن المستوى عندما تقع وعندما تحدث التساقطات المطرية العنيفة على مستوى شهور يعني يناير وفبراير من السنة، يعني يرتفع منسوب المياه، يرتفع منسوب الوادي. يعني هل يمكن لنا أن نعتبر يعني الانتفاخات هو ذلك الفيضان الذي يزيد يعني عن المجرى الرئيسي للواد؟ كما نعرف بأن الواد يتكون من مجموعة من الدرجات النارية، يعني الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة إلى آخره. يعني هل يمكن لنا اعتبار هذه الظاهرة أي الانتفاخات هو يعني الارتفاع ولو قليلا عن المستوى العادي لمجرى الواد، أم يكون هناك ارتفاعا كبيرا على المستوى على المجرى الرئيسي حتى يمكن لنا أن نسمي هذه الظاهرة بالانتطاح؟ ولك جزيل الشكر أستاذي الكريم على هذه المداخلة القيمة، شكرا جزيلا لكم. شكرا سي هشام على هذا السؤال المتعلق بظاهرة الانتطاحات، حيث كما سبقت الإشارة إلى ذلك وحسب خصائص كل منطقة أو كل حوض نهري، باعتبار هناك مجموعة من المعايير التي يمكن اعتمادها في تحديد الامتطاحات. إذن هناك من يحددها في مرتين إلى ثلاث مرات، يعني الصبيب العام، وهناك من يحددها في ثلاثة إلى خمسة، وهناك من يحددها بترددات. لكن عموما ف يعني اذا حاولنا ان نجمع بين كل هذه
هذه التصنيفات. فانتطاح هو عندما يتجاوز صبيب الوادي، يعني صبيب العام المتوسط. إذن عندما نحسب الصبيب العام فعندما يتجاوزه، وبالتالي هنا عندما يتجاوز صبيب العام فهنا منسوب المياه يرتفع ويصل إلى درجات عليا من الدرجات النهرية، يعني عندنا لودي مينور لمويا إلى ماجور. إذن أن صبيب الوادي يصل إلى مستوى الدرجات كبيرة جدا، وهذا يزيد من ارتفاع حمولة الواد. وهنا يطرح إشكاليات، يعني المسألة ديال زيادة هذا الصبيب ليصل إلى امتطاح فيضي، من امتطاح يعني مستوى مرتفع من الصبيب إلى صبيب امتطاحات فيضية. الامتطاحات الفيضية هي التي تتطور وتعطينا فيضانات على مستوى المناطق السهلية لزون ألوفيال وعلى السهول، كما يقع مثلا بالسهل الغرب. إذن هذا هو التصنيفات التي وصلنا إليها. لكن قلنا كيف نحسب هذا الامتطاح؟ قلت هو يرجع على حسب خصائص كل حوض. الحواض التي في المناطق الجافة ليست هي الحواض التي هي في المناطق التي يعني رطبة، وبالتالي أن هناك يعني مناطق جافة تكون فيها الأودية يعني جافة بصفة يعني شحيحة، بينما يعني خصنا هذاك الصبيب العام يجب أن مثلا كما أخذنا في حال تابو، صبيب العام يساوي هو مضروب في 5 مرات لنصل إلى ارتفاع أعلى ارتفاع للصبيب في الواد. ولكن إذا كنا في منطقة معتدلة فيها تساقطات مطرية بشكل كبير جدا، وأن مستوى مياه الأودية هي مرتفعة شيئا ما، فيمكن أخذ بعين الاعتبار 2 إلى 3 مرات، يعني ضرب الصبيب العام في 2 أو 3 مرات لنحصل على صبيب الامتطاح لو ديبي دو كرو. وهذه الامتطاحات الهدف منها دراسات هي في إنجاز المنشآت، أولا للوقاية من الفيضانات ثم كذلك في دراسة المنشآت والسدود. وشكرا. السلام عليكم. شكرا جزيلا للجهات القائمة على هذا التكوين في المناخ والهيدرولوجيا بشكل عام، وشكرا جزيلا على الأستاذ المحاضر السي خالد شخامي. صراحة حصة فيها أكثر من المواد الدسمة وترتبط بتحليل الطبيعي الأحواض النهرية على مستوى المناخ والهيدرولوجيا. أستاذ أتساءل معك بخصوص مجموعة نقاط، أبدأها أولا بتحليل المورفوميتري، يرتكز بشكل كبير على نموذج الارتفاعات الرقمية الدائم، ونحن نعلم بأن حجم الخلية الذي يمكن أن نشتغل عليه تختلف دقته، معنى كلما كانت البيكسل وحجم الخلية أصغر كلما أعطانا دقة في المعطيات أو مصداقية في هذه المعطيات. المشكل الأستاذ الذي نواجهه هو أن اليوم ربما عندنا دقة ديال 12.5 متر هي أعلى هذه الخلايا في الوقت الذي لا تغطي تقريبا كل التراب المغربي، وبالتالي هل يمكن اعتماد خلايا ب 30 متر تعتبر كافية في الدراسة من مستواها وطروحة الدكتوراه؟ هذا واحد. اثنان، فيما يتعلق ب تحليل المورفوميتري دائما، هل نحن ملزمون بالإشارة إلى كل هذه المؤشرات، إلى كل هذه المعاملات الخاصة بالأحواض النهرية؟ وثلاثة أستاذ، مصداقية التحليل الهيدرولوجي حينما نتكلم عن حوض قسمته أو قسمه التدخل البشري مثلا بين العالية
والسافلة مناطق الربط التي أنشئت فيها مثلا منشآت هيدروفلاحية لحماية هذه المناطق السفلى من الفيضانات، وأخيرا أعتذر العوامل التي تأثر مثلا على الجريان السطحي، ربما كثافة الغطاء النباتي الـ NDVI والمؤشر للتغطية النباتية، وعندنا كذلك عامل عدوانية التساقطات إضافة إلى عامل انحدارات الطبوغرافية ثم تماسك التربة والبنية الجيولوجية. شكرا جزيلا أستاذ لتوضيحاتكم مسبقا. شكرا سي مصطفى على هذه التوضيحات وعلى هذه الأسئلة. فيما يخص تحليل المورفومتري، هو كل ما كانت يعني لا 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 يعني البيكسل أقل، كل ما كانت دقة في 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 تحديد يعني الدراسة المورفومترية للحوض من 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 ارتفاعات من تقسيمات لهذه الارتفاعات، وكذلك من تحديد شكل الحوض الذي يمثل له دور كبير جدا في الاستجابة الهيدرولوجية. إذن يعني وكل ما كان الحوض أصغر كل ما مكننا كذلك من دراسة مورفومترية وهيدرولوجية أكثر دقة من الأحواض التي هي كبيرة جدا وشاسعة. فيما يخص إشارة إلى هذه المؤشرات، إذن كل هذه المؤشرات لها ارتباط فيما بينها، سواء من حيث المساحة، المساحة تلعب دور كبير جدا في الاستجابة الهيدرولوجية وفي كمية التساقطات التي يستقبلها الحوض. إذن كمية التساقطات التي يستقبلها حوض ذو مساحة كبيرة ليست هي كمية التساقطات التي يستقبلها حوض ذو مساحة صغيرة. كذلك فيما يخص يعني الارتفاعات، أن الارتفاعات الكبيرة جدا تكون تستقبل كميات كبيرة جدا، وخصوصا توجيه السفوع له دور كبير جدا في التساقطات المطرية. ثم كذلك شدة الانحدارات هي كذلك لها دور كبير جدا، وفي تفاعل الانحدارات والارتفاعات كذلك مع البنية الجيولوجية ومع الغطاء النباتي، كذلك تضافر كل هذه العوامل كذلك هي محدد أساسي في استجابة الهيدرولوجية. مثلا إذا أعطيك مثال بسيط جدا، مثلا استجابة الهيدرولوجية في حوض ورغم على استجابة الهيدرولوجية بحوض عالية سابو، فعندما تتساقط الأمطار بحوض ورغم فالاستجابة الهيدرولوجية تكون مدتها قصيرة جدا، يعني قصيرة لا تتعدى 3 إلى 6 ساعات في الغالب. بينما على مستوى، وهنا نرجع إلى ما يسمى بظاهرة الكولماطاج، حيث أن طبيعة التكوينات الصخرية وضعف الغطاء النباتي وشد يعني الشبكة المائية الكبيرة، كثافة الشبكة المائية يزيد من سرعة الجريان، وبالتالي يزيد من حدة الاستجابة الهيدرولوجية ومن حدة ارتفاع منسوب المياه، عكس الأطلس المتوسط رغم الارتفاعات رغم الانحدارات إلا أن البنية الجيولوجية تتدخل، حيث أن ظاهرة الكرست في الأطلس المتوسط تعمل على تعطيل أو تأخير نوعا ما الاستجابة الهيدرولوجية. إذن هنا يتدخل البنية الجيولوجية والغطاء النباتي، وبالتالي أن إذا قرنا بين الفترتين فالاستجابة الهيدرولوجية في الأطلس المتوسط تتعدى 6 ساعات فما فوق. إذن هذا هو دور هذه دراسة هذه المؤشرات. فيما يخص مصداقية التحليل الهيدرولوجي على مستوى يعني تدخل الإنسان، تدخل الإنسان، إذن مصداقية التحليل الهيدرولوجي وخاصة ونحن نعرفه، وأنا واجهت هذه المسألة بشكل كبير جدا، حيث أن عندما تقوم بدراسة هيدرولوجية وخصوصا الأودية التي هي في سافلة السدود، إذن هنا نطرح إشكال وخصوصا إذا كان الحوض كبير، المحطات التي هي يعني المحطات التي هي في سافلة السدود، وإحنا نعرف مثلا في حوض سابو هناك العديد من المحطات في سافلة السدود، مثلا محطات مشرع بالقصيري توجد في سافلة سد الحدا وفي سافلة إدريس الأول وفي سافلة الفاسي، وبالتالي أن ما هي مصداقية دراسة هذه دراسة يعني هيدرولوجية هذه الأودية؟ إذن هناك عامل بشري يتدخل في تغيير الصبيب الأودية، وبالتالي في تحليلنا
نطرح هذه القضية، نقوم بإدخال هذا العامل البشري في يعني في زيادة الصبيب أو في نقصان الصبيب، حيث أن مثلا السيد إدريس الأول كان يتم إطلاق صبيبه في المساء وتم يعني تقليل من صبيبه في الصباح، إذن هذا يؤثر بشكل كبير جدا على دراسة الصبيب. العوامل التي تؤثر في الجريان السطحي والبنية الجيولوجية، إذن سبق تكلمت على دور الغطاء النباتي، كذا إذا كان النباتي قوي جدا أو كثيف فهو يقلل من سرعة الجريان ومن كذلك من سرعة يعني الانفيتراسيون دي زو. بين كذلك دور البنية الجيولوجية، وأعطيتك مقارنة بين الحوض الورغة ذو تكوينات جيولوجية صلصالية والأطلس المتوسط ذو تكوينات كارستية، وهنا يختلف سلوك الهيدرولوجي بين هذين الحوضين. وشكرا، أتمنى أن أكون قد أوصلت الفكرة. شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك. قرأ لي ما كتبليش، نشوف ها واش مع مينار من الطرق اللي يعني الطرق الآلية لحساب يعني الانتطاحات القصوى أو القيم القصوى بصفة عامة، وهناك مجموعة من القوانين. هذه القوانين هناك يعني هناك تضارب في الآراء حول مدى استخدامها ومدى ملائمتها حسب طبيعة في كل قواعد، يعني كما سبق الإشارة إلى العوامل الجيولوجية والانحدارات والغطاء النباتي. وغالبا نحن في مجموعة من الدراسات التي سبق وأن رأيتها واطلعت عليها، غالبا ما يتم استخدام في دراسة القيم القصوى سواء منها المطرية أو الصبيب باعتماد على قانون للوادو غومبل، ثم هناك قانون للوا نورمال. هذه القوانين هي التي يعني ملائمة لدراسة الامتطاعات المناطق الجافة والشبه الجافة. وبالنسبة لي كيف نطبقها، هناك برنامج تم تطويره وإبران، هذا البرنامج يعطينا يعني يسهل علينا عملية يعني استخراج هذه القيم القصوى من خلال يعني ترتيب هذه القيم كما سبق وأن أوضحتها، ترتيب هذه القيم من الأصغر ثم وضعها داخل هذا البرنامج، ثم البحث عن يعني البحث عن القانون المناسب، وبالتالي هو يعطيك مباشرة يعني اوتوماتيكمون يعطيك شكل بياني ويعطيك القيم تردد القيم حسب الفترات الزمنية لكل قيمة. أظن هذه هي الطريقة المستعملة. نعم. مرحبا، سأسأل أول. السلام عليكم أستاذة، لو تكرمتي الله يجزيك بخير، شكرا بزاف. لو تكرم الأستاذ الفاضل السي خالد الشخاني، غير من ناحية هذه الظاهرة ديال الامتطاحات
يعني تحدث على حسب خصائص كل حوض، يعني ماشي في معظم الأحواض ممكن أنه توقع لنا هذا الطائر، أنه كاين بعض الأحواض أو بعض الأودية يعني كيكون كتكون أودية عميقة وما كتكونش واحد الاسباس ديالها يعني المجرى ديالها ما كيكونش يعني واسع باش أنها توقع لنا فيها هذا الطائر. لكن ممكن أستاذ غير توضيح بسيط في هذه المسألة ديال الظاهرة بالتقاحات واش كتوقع لنا حسب الخصائص المورفومترية ديال كل حوض. صحيح أن هذه الانتطاحات هي تدخل في إطار مجموعة من العوامل تتدخل فيها، أولا حسب العوامل المورفومترية اللي درنا وشكل الحوض هذه كلها تتدخل تضاريسية، ثم العامل الأساسي هو صبيب الوادي كيف هو. إذا كنا في منطقة كما سبق أشرت كنا في منطقة جافة فصبيب الأودية يكون جاف، الوادي يكون جافا نهائيا، ولكن عندما تكون هناك تساقطات مطرية في العالية يرتفع فجأة صبيب الوادي ويصل إلى مستويات قياسية عالية جدا إلى درجة يصل إلى النهر يعني النهر الكبير اللي ماجور. إذن في ظرف قياسي هذا يسمى امتطاح، عندما يصل إلى هذا المستوى يسمى امتطاح. ولدراسته هناك كما سبقت الإشارة عدة طرق، هناك من يعتبر إذن امتطاح سنقوم بدراسته طريقة من عمليات حسابية، يعني نقوم بحساب يعني بفترة في فترة زمنية محددة نقوم بحساب يعني الصبيب العام لهذا الفترة الزمنية لهذا الواد، ثم تعطينا الفترة الزمنية ولتحديد بشكل دقيق يعني الانتطاح نقوم ب يعني ضربه في 3 أو 5 مرات حتى يمكن تحديد هذه الانتطاحات. إذن كل أرقام كل صبي هو أقل من هذه يعني عندما نضرب يعني الموديل IVF هو يعتبر انتطاحا، يعتبر يعني استجابة هيدرولوجية عادية للحوض، بينما عندما تصل إلى القيم القصوى تتعدى الصبيب العام فنحن أمام امتطاح. شكرا جزيلا لك أستاذ، شكرا جزيلا لك أستاذ، الفكرة أصبحت واضحة لك، جزيل الشكر على هذه المداخلة الطيبة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، أمسية سعيدة.